نبلش هذا اليوم باهم فقره باليوم اللي هي الاكل. ولو مرمر اوريدي ذا تلوتش بسكت عزمت اليوم على بسكت ورايحين يا مطعم ما افتهم شيء بس مطعم امشي مطعم راح نطلع هسه الامريكان راح يشوفون شعر رجليه هسه وكفشه تله هسه اوي اوي تدري؟ باعوا الورد منسق وي الفاز الفاز منسق وي الصحن والصحن منسق وي جنطة مرمر ومرمر منسق وي مرمر صراحة مطعم يجنن ديزاين وكونسبت فظيع مرمر طاقت لنا صورة موت على هذا الميز باعوا فنانة مو بيدج شايفين لوبستر هيك مفتوح وحاطين بيه باستا بالنص ومرمر تجي وتخرب اللقطه هسه عبرنا شارع هسه طبعا انت لما شانت تتابعتني قبل ففتحت السناب شات بارحه وحطت صورتي على وجهها وتريد تحكي مثلي تقول لي انت شلون تحكي شنو الاشياء اللي تقولها قلت تريد تقولي اي شيء وقولي بعدين هسه تله هلا تله هاتي هنا الى كل بنية تتفرج ميك اب تيب يور نوت ان ذا سيركس انت لستي في السيرك علي علي هات هنا البني ادم صمم هواي اماكن واحد يقدر يريح بيها ويقعد بس مثل الرصيف والله ما شايف احلى قاعده قاعده الرصيف حسسني هيك انه طالع من المدرسه انه بعدك طفل تحسون ببساطه تحسون بخشم تله هسه لقيت رقيه ما حد يحكي وياي هلا تريدون عصير شوندر انريد تريدين جدي لعب النفس انت صغير تقول شولغم لان اكو شلغم وشوندر خلصنا من الاكل وهسه رايحين للجروف جروف اللي هو مول خارجي وهذا المول الداخلي يعني مو مول هو ما يعتبر مول كابوتشينو 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 قاعدين كلنا حيرين شلون باكر راح نعيش بدون تله رايحه مسافره راجعه I'm gonna miss you all علي شلون راح نعيش بدون تله؟ انا عايش طبيعي انا راح اكل اني راح اكل متجعد ما اروع المناظر العائليه وين ما تكونون بالعالم احمد شنو اهم شيء من الحياه؟ نفس المكان الاخلاق نعم يعني انت اخلاق انت اخلاق وصح وانت اختلاق كذاب لا لا احنا كلنا خوان الاخ لا اعيد لك السؤال شنو اهم شيء بالحياه؟ ستاند على مود يطلع وجهي كله شنو اهم شيء عندك بالحياه؟ كلمه الصحه والعافيه اشكرك اشكرك صراحه سبحان الله الجواب مال احمد والجواب مال عليوي هن بالضبط ذني كنت منتظرهن ومرتبطات سوا والجوابين يعبرن عن السفره اللي احنا هسه بيها هسه اقول لكم ليش لو الصحه مال مرمر اللي هي اهم شيء بالحياه ما متخربطه ما كان احنا كلنا اجينا وتجمعنا هاي التجميعه الكبيره تجميعه شنو تجميعه تخميسه لتأحيده لتأثني شنو ايام اسبوع هي ما كان اجتماعنا كله احنا هنا على قولة احمد شيء هم كلش مهم بالحياه هي الاخلاق ولو ما اخلاقنا عاليه ما كان جمعنا كله احنا هنا انا وعليوي وفراد قبل اسبوع كان هنا وتله هم من اجت وفيصل وكلنا هنا على مود مرمر فاهم شغلتين بالحياه الصحه والاخلاق وهي هاي اللي تخلق اجواء جميله مثل هاي السفره صح انا تشوفون نتونس صح تشوفون مرمر تضحك وعندها طاقه بس مرمر تقاتل مرمر تحارب على فشي كلش صعب واحنا جايين هنا على مود شويه هيك نسالها ها ها عمل شويه ها تبتسم يعني لو يعني انت تقول اخلاقنا عاليه يعني تمدح بنفسك لو شنو اللقطه الرومانسيه مال الفلوج مرمر حكيت عليك بالفلوج بس ما راح اقول لك قلت حتى الحين ضاعين الفلوج مالتي انت مو ضاعين الفلوجات قلت لك تعرف قلت لك اقول لك اقول اكيد لك مو قلت لك انت مصراويه بعدين مصراويه اطقك اطقك يطير عقلي من الناس اللي يجون يرشون رياح بالمحلات تستر ويرحون
يا اخي امريكا عجيبه. شوف محل مرسوم عليه تفاحه، طب تلقى كمبيوترات، شنو الفيلم؟ حبيبتي المستقبليه بعيده اجي اماكن رومانسيه بدونك، يعني اهيئ لك الوضع حتى من نتزوج اعرف وين اجيبك يعني. صار يساعد الغي مسار النافوره شويه طق اي طقه. طبعا اليوم كلش هواي حلوه لوس انجلوس. باكر ما اعرف وين اروح، ممكن مكان حلو ممكن مكان مو حلو. تابعوني باكر بالفلوج الجاي بشرفكم. بشرفكم اذا احكي هيك جابوا، اذا ما احكي هيك هذا اريدكم تقولوا له لؤي ما يحكي هيك. لحظه حلوه عشرتي مني لكم. رجعنا البيت شوي مرتاح قبل ما نطلع. بصراحة علي دوخنا جريد على أساس بيانو ما له علاقة بالبيانو، ترى الراس ما له علاقة بالنوطة يعني. بيبسي دجاج حاليا مع مرمر، راح نراويكم اشياء انتم تعرفوها عن مرمر. بيبسي دجاج بيبسي كولا قوية قوية مرمر قوية، سوي فلوقات فتحي صفحة على اليوتيوب. اول شيء اللي لازم كل البنات يعرفوه انه الدجاج اذا ما انغسل بملح يبقى زفر. شوف شوف العنصرية لازم كل البنات يعرفوه، يعني بلكت انا اريد اسوي تبشي بالدجاج مثلا انا اريد اسعد مرتي. لا انا اسف. تتذكر النسكافيه ايش قد ياخذ منك وقت الصبح؟ انا مرمر انا اقول لك مرمر راح تشق الدجاجة هسه هسه قتلتها قتل. هواي منكم قاعد يسألون شلون نسوي الدجاجة. طبعا تترقبوني انا فلوق الجاي راح تخلص الدجاجة. هل فلوق راح ينتهي هسه؟ ايش بقيها؟ احنا نقول بالبصره الشبقه يعني حظنا. هذا انا بصره عيويه فلا تخلد. حطينا عيننا على مرمر، نقص اصبعها بالسكينه خطيه، تحمدوا لها السلامه. حسه! سلامات حبيبي، سلامات سلامات. اي احنا هسه الفريق الثاني استلم العمل. كل شيء موجود عندنا، واحد انجرح الثاني يستلم عادي، فريق كامل عيني. كلش عادي. لعيونكم، لعيون مرمر. باعوا هنا نحط التبسي التحضيرات. انا دا امرخ التله وتله تمرخ للدجاجه. شلون لقطه؟ امرخ يعني شنو؟ امرخ يعني مساج. انا احطها نص ساعه بالالمنيوم على مود يستوي البطاطا والدجاج عدل، ونص ساعه بدون الالمنيوم على مود تتحمر. شو وقت؟ هسه. واو الاكل جاهز. وهذا وضعنا الحالي مثل كل ليله، كل احنا سوا الاخوه الطيبه الدف والزين. توتو هنا انتم ماذا تشوفوها؟ توتو وين خاطر؟ هاي